وللتعليق على تطورات الأوضاع السورية ينضم إلينا من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. سيد باسل، مرحبا بكم. يعني مع تعويل الأمم المتحدة أن يفضي مؤتمر سوتشي إلى نتائج إيجابية، المعارضة تعلن مقاطعتها للمؤتمر، كيف تقيمون هذا القرار سيد حفار؟ اهلا وسهلا بكم وتحيه لكم ولمشاهديكم الكرام. لا شك انه يعني هذا القرار يمثل الحقيقه راي غالبيه كبيره من يعني الشعب السوري الذي ينظر الى المشاريع الروسيه وطريقه الحل الروسيه في المنطقه على انها ليست اكثر من عمليه اعاده انتاج النظام واعاده شرعنه لدور النظام في القتل والتهجير والاجرام طوال الفتره الماضي. ولذلك يعني هناك ارتياح عام من قبل اوساط واسعه من السوريين لعدم ذهاب تشكيلات المعارضه او ممثليات المعارضه الهيئه العليا للتفاوض والائتلاف وغيرها لمؤتمر سوتشي، وان كان هذا الامر يتوقع ان يكون له رده فعل روسيه كما هو معتاد ورده فعل من قبل النظام ليست هينه، لكن يبقى الامر افضل من ان يذهب ممثلو المعارضه الى سوتشي ويوقعوا على دستور او على عمليه سياسيه او طريقه انتقال او خطوات اضافيه للانتقال السياسي لا تتناسب ومتطلبات وسقف الثوره السوريه والشعب السوري ولا تتناسب وحجم الدماء وتضحيات قدم السوريين. سيد باسل، هناك من يرى ان الروس يعني لم يقدموا تطمينات كافيه لذهاب المعارضه لمؤتمر سوتشي، ولكن في هذا الاطار الا يكفي حضور الامم المتحده للمؤتمر وهي تؤسس على مخرجات جنيف والقرارات الدولية، طبعا على رأسها القرار الأممي 2254؟ أولا الروس لم يقدموا تطمينات لا كافية ولا غيرها، هم لم يقدموا تطمينات بالمرة، وعلى العكس هم صروا ألحوا على أنه لا يوجد أي ضمانات ولا أي تطمينات، واشترطوا على الحاضرين عدم مناقشة مصير الأسد. يعني لا يكفي لأنهم لم يقدموا تطمينات، لا بل قدموا ما يثير الشكوك ويثير الريبة. يعني وحتى شعار المؤتمر وضعوا عليه علم النظام في 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 سوريا. اما عن حضور الامم المتحده فالامم المتحده يعني تحضر كل المناسبات وتدير كل عمليات التفاوض، لكنها للاسف غالبا ودائما حتى ما لا تلتزم بمقرراتها ولا تملك الادوات الكافيه للالزام الاطراف بما يجب ان يحصل. جنيف واحد مضى عليه الان 7 سنين ولم تقدم الامم المتحده في سبيل تطبيق مقررات جنيف واحد شيئا يذكر سوى ارسال بعثات من المراقبين لم ينبني على تقاريرها شيء. سيد باسل، ولكن الا تخشى المعارضه تبعات عدم الذهاب لسوتشي في ظل الانباء التي تحدثت عن قصف مناطق الغوطه الشرقيه المشموله باتفاق خفض التصعيد؟ نعم طبعا هناك خشيه كبيره، وهناك يعني الان انتظار لرده فعل سيئه من طرف الروس والنظام والايرانيين، لكن كما قلت سابقا تبقى هذا الامر افضل من ان تذهب رموز المعارضه ويوقعوا على اتفاق من نوع ما لا يتناسب ومطالب السوريين ومطالب الثوره السوريه. سيد باسل، هل نعتبر او نفهم من ذلك ان المعارضه يعني قد كتبت شهاده وفاه فيما يخص مناطق خفض التصعيد؟ يعني هذا الامر وارد، لكن لا يمكن ان نجزم بهذا الموضوع الا ان نرى ماذا سيحصل في مقبل الايام، لان مناطق خفض التصعيد ليست مشروعا روسيا بحتا، هي مشروع روسي تركي ايراني وحتى امريكي. انسحاب روسيا او التعامل روسيا بسلبيه مع هذا الامر لا شك انه سيؤدي الى خلل ضخم، لكن هو ايضا اختبار لباقي الاطراف الى مدى قدرتهم على التثبيت والامساك بزمام الامور في هذه المناطق. من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، شكرا جزيلا لكم.